إذا حابب تشتري كوينز فيفا 16 موقع اجي فولت موجود، رابطه تحت في الديسكريبشن. لدي كوينز لجميع الأجهزة، ولا تنسى تستخدم كود الخصم الموجود أيضا في الديسكريبشن. السلام عليكم، كيف حالكم؟ سيدي جيمر زمان. الفيديو الجديد في القناة راح بيكون بعنوان طاقات لاعبين رسمية في فيفا 17 من المركز العاشر إلى المركز الرابع. أتمنى دعمكم بزر اللايك. يلا خلينا نبدأ. أنا لاعب في المركز العاشر اللي هو دافيد دخيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد. طاقته راح بتكون 90، طاقة جدا خرافية بالنسبة لدخيا، وأشوف إنه يستاهل على الموسم الخرافي اللي قدمه برفقة مانشستر يونايتد. فعندنا الريفلكس 90، الكيك 87، الهاند 85، والدايفنج 88، والبوزيشن 85. يعني عنده 5 طاقات 80 وفوق، منهم 91، وعنده السبيد 56، فطاقات خرافية جدا تعتبر بالنسبة لدخية. ننتقل على اللاعب في المركز التاسع اللي هو روبرت ليفاندوسكي. طاقته ايضا 90، لكن الطاقات ما تحس انها طاقات لاعب 90. على طاقة عنده الشوط 87، عنده الدريبل 85، فعنده الباصات ايضا جدا تعبانة 74، وعنده السرعة 81، فيزيكال 82، 3 نجوم مهارات، لكن ما تحس ان اللاعب يعني طاقته 90 في اللعبة. يعني كطاقات ما تحس انه يستاهل 90، فهذا بالنسبة للاعب التاسع عندنا. لاعب في المركز الثامن اللي هو جيروم بوتينج، طاقته ايضا 90، اقوى مدافع في اللعبه، فلاعب جدا جدا ممتاز بوتينج، يعني لكن 90 اشوفه ايضا انها جدا عاليه. يعني مع ممكن كانت 88 89، لكن 90 جدا جدا عاليه، لكن طاقته الصراحه جدا خرافيه. الدفاع 90، الفيزيكال 85، وعنده السرعه 79، والباصات 72. يعني طاقته جدا ممتازه بالنسبه للاعب مدافع كسرعه. يعني لو نزل له نسخ ان فورم او شيء، ممكن كنسخه تيم اوف ذا سيزون تلاقي السرعه عنده 90، لا تستغرب ابدا. فهذا بالنسبه للاعب في المركز الثامن. لاعب في المركز السابع اللي هو السلطان زلاتان ابراهيموفيتش، طاقته ايضا ارتفعت ل 90 صراحه، طاقات جدا خرافيه لكنها ما اختلفت كثير. يعني في 16 عنده الدربلينج 85، الشوط 90، الباصات 81، الفيزيكال 86، السرعه 72، 4 نجوم مهارات، 4 نجوم قدم ضعيفه، طاقات جدا خرافيه بالنسبه لابراهيموفيتش. لاعب في المركز السادس عندنا اللي هو جارث بيل، طاقته ايضا 90، ارتفعت 3 في الريتنج، فطاقته تعتبر جدا ممتازه بالنسبه لجارث بيل. عنده السرعه 94، دربل 86، الشوط 87، الباصات 84، والفيزيكال 76. طاقته الصراحه جدا جدا ممتازه، 4 نجوم مهارات، 3 نجوم قدم ضعيفه، فطاقته تعتبر جدا ممتازه، واللي يميز اللاعب انه سريع جدا وعنده الشوط جدا ممتاز. ننتقل للاعب في المركز الخامس اللي هو نوير، اقوى حارس في اللعبه ايضا نوير، طاقته 92، عنده الدايفنج 89، الريفلكس 89، الهاند 90، والكيك 95، البوزيشن 91. يعني الكيك عنده خرافي خرافي خرافي، يعني تقريبا لو نزلت له نسخة تيم اوف ذا سيزون او تيم اوف ذا يير راح تلاقي طاقته 99 99، راح تكون طاقة جدا جدا خرافية بالنسبة لنوير. فننتقل على اللاعب الأخير عندنا في هذه الحلقة اللي هو لويس سواريز، طاقته 92، طاقات خرافية جدا بالنسبة للويزيتو في فيفا 17. يعني الطاقات 92 سهلة، 92 الصراحة على الموسم الخرافي اللي قدمه. عنده السرعة 82، الشوط 90، الباصات 79، والدربلينج 87، والفيزيكال 79. طاقات جدا ممتازة بالنسبة لسواريز، والشوط عنده أهم طاقة 90، عنده 4 نجوم مهارات، 4 نجوم قدم ضعيف. طاقات سواريز جدا جدا خرافية في لعبة فيفا 17. فبس شكرا لكم لهذا الفيديو، أتمنى الفيديو عجبكم. إذا عجبكم الفيديو حرمونا من زر اللايك واشترك في القناة إذا ما كنت تشترك. فبس هذا كان عندي اليوم، أشوفكم على خير في فيديوهات جاية، في أمان الله.